السلام عليكم أيها التلاميذ، أهلا وسهلا إلى فصلي أستاذة سليمة. اليوم سندرس الموضوع الشهور الميلادية. في آخر الدرس يتمكن التلاميذ من أولاً بناء الكلمة شفوياً من الحروف القمرية والشمسية المسموعة، ثانياً محاكاة أصوات الحروف القمرية والشمسية في الكلمة المقروءة وتربيعها، ثالثاً تكوين الكلمة المبدوءة بألف لام القمرية أو الشمسية ثم قراءتها. مهارة الاستماع والكلام والقراءة. اليوم سوف نتعرف على ألف لام القمرية وألف لام الشمسية. في البداية يجب أن نعرف أن ال عبارة عن حرفين هما الألف واللام، تتصل ال مع الأسماء فتحولها من نكرة إلى معرفة، ولكن هل هناك فرق بين ألف لام القمرية وألف لام الشمسية؟ نعم، هناك فرق بينهما. في ألف لام القمرية نكتب اللام وننطق مثل كلمة ألف لام زائد قمر صار القمر. فأما في ألف لام الشمسية فإننا نكتب اللام ولكن لا ننطقها، مثل كلمة ال زائد شمس صار الشمس. ما هي حروف القمرية والشمسية؟ الآن يجب أن نعرف ما هي حروف القمرية والشمسية. هل ألف لام القمرية تتصل مع كل الحروف الثمانية والعشرون؟ هل ألف لام الشمسية تتصل مع كل الحروف الثمانية والعشرون؟ طبعا لا، هناك حروف تتصل بألف لام القمرية فقط، وهناك حروف تتصل بألف لام الشمسية فقط. الحروف التي تتصل باللام القمرية هي ألف، باء، جيم، حاء، خاء، عين، غين، فاء، قف، كاف، ميم، هاء، واو، ياء. أما الحروف التي تتصل باللام الشمسية هي تاء،
ط س د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ لام نون. ألف لام القمرية مثل كلمة من حروف الميم. آل زائد معلم صار المعلم. وأيضا كلمة من حرف العين ألف لام زائد عين صار العين. ألف لام الشمسية مثل كلمة من حرف التاء. ألف لام زائد تقويم صار التقويم. وأيضا كلمة من حرف الراء أل زائد رئيس صار الرئيس. ما الفرق بين اللام القمرية واللام الشمسية؟ اللام القمرية تكتب وتنطق مثل القمر. اللام تكتب وتنطق. اللام الشمسية تكتب ولا تنطق مثل الشمس. اللام تكتب ولا تنطق. اللام القمرية يوجد عليها سكون مثل القمر. يوجد على حرف اللام السكون. اللام الشمسية لا يوجد عليها أي حركة مثل الشمس. لا يوجد على حرف اللام أي حركة. اللام القمرية الحرف الذي بعدها يكون متحرك مثل القمر. حرف القاف بعد اللام يكون متحرك. اللام الشمسية الحرف الذي بعدها يكون مشدد مثل الشمس. حرف الشين بعد اللام يكون مشدد. طيب الآن ننظر إلى الكلمة ألف لام القمرية من حيث نطقها وكتابتها. أولا المعلم. في النطق نسمع حرف اللام ال ويوجد عليها سكون، وحرف الميم بعد اللام يكون متحرك. وفي الكتابة كذلك المعلم. ثانيا العين. في النطق نسمع حرف اللام ال ويوجد عليها سكون، وحرف العين بعد اللام يكون متحرك. وفي الكتابة كذلك العين. الآن ننظر إلى الكلمة ألف لام الشمسية من حيث نطقها وكتابتها. أولا التقويم. في النطق لا نسمع حرف اللام أي.
في الكتابة لا يوجد عليها أي حركة. وحرف التاء بعد اللام يكون مشددة، مثل كلمة التكوين، التكوين، التكوين. ثانيا الرئيس، في النطق لا نسمع حرف اللام أر، وفي الكتابة لا يوجد عليه أي حركة، وحرف الراء بعد اللام يكون مشددة. الرئيس. الشدة عبارة عن حرف متكرر مرتين، الحرف الأول ساكن والثاني عليه حركة قصيرة، فجمد الحرفين وأصبح حرفا واحدا مشددا. فنرى في الكلمة التقويم، التقويم، وكلمة الرئيس، الرئيس. مهارة الكتابة. اليوم سوف نتعلم معا كيفية كتابة الكلمة المبدوءة بألف لام القمرية والشمسية. هل أنتم مستعدون؟ هيا نبدأ. طيب، ننظر إلى الكلمة الأولى. ألف لام زائد ميم ساكن، ألف لام زائد ميم ساكن. حرف ميم وحرف القمرية. ألف لام لام ينطق ويكتب. آل ميم سا هاتو. حرف اللام على حرف اللام السكون، وحرف الميم متحرك. ميم ساحات. فهمتم؟ أحسنتم. ننظر إلى الكلمة الثانية. ألف لام زائد عين، ألف لام زائد عين. حرف العين و القمرية. إذن اللام ينطق ويكتب. آل عي نو. على حرف اللام سكون، وحرف العين متحرك. عين، العين. أولا الميم صحة، والثاني العين. الميم صحة، ميم حرف القمرية، اللام ينطق ويكتب، وعلى حرف اللام السكون، وحرف ميم متحرك.
وأيضا في الكلمة العين. العين حرف العين وحرف القمرية، واللام ينطق ويكتب، وعلى حرف اللام السكون، وحرف عين متحرك. طيب الآن ننظر إلى الكلمة الثالثة، ألف لام زائد شعر. ألف لام زائد شعر. شعر حرف شين وحرف شمسية، إذن اللام لا ينطق ولكن يكتب. آل اللام يكتب ولكن لا ينطق. أش شعر. أش شعر. طيب حرف اللام لا يوجد عليه أي حركة، وحرف الشين مشدد، فهمتم؟ أحسنتم. طيب الآن ننظر إلى الكلمة الرابعة، آل زائد رجل. آل زائد رجل. رجل حرف راء وحرف شمسية، إذن اللام لا ينطق ولكن يكتب. آل يكتب، اللام اللام يكتب ولكن لا ينطق. رجل ريج الرجل. ار ريج لو. الراء حرف شمسية واللام لا ينطق ولكن يكتب، وأيضا على حرف اللام لا يوجد أي حركة، وحرف الراء مشدد، فهمتم؟ طيب الآن ننظر مرة أخرى إلى كلمتين الشعر والرجل. الشعر الشعر حرف شين وحرف شمسية، إذن اللام لا ينطق ولكن يكتب. فأيضا على حرف اللام لا يوجد أي حركة، وحرف الشين مشدد، فهمتم؟ طيب الرجل 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 حرف الراء حرف الشمسية، إذن اللام لا ينطق ولكن يكتب. وأيضا على حرف اللام لا يوجد أي حركة، وحرف لام وحرف راء مشدد، فهمتوا؟ ممتاز. انتهى الدرس اليوم، وقد تعلمنا معا ألف لام القمرية وألف لام الشمسية وكيف كتابة كلاهما. نراكم في درس قريب إن شاء
شاء الله. شكراً وإلى اللقاء.